الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نرحب بكم أحبتي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الهداة، ونحن نطل عليكم في ذكرى وفاة سيدتنا ومولاتنا فاطمة بنت حزام الملقبة بأم البنين. رحبوا معي بضيفي الكريم سماحة الشيخ الخطيب الحسيني فاضل الحيدري، ضيفا كريما. حياكم الله سماحة الشيخ وعظم الله لكم الأجر. الله يحييكم وبارك الله فيكم، إن شاء الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، أم البنين هذه الشخصية التي خلدها التاريخ مع النساء، يا حبذا لو تحدثنا عن نسبها الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وقائد مسيرتنا الحبيب الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. هنالك مقولة مأثورة عند العرب قديما وحديثا، المقولة تقول: وراء كل عظيم امرأة. حسن. وراء أبينا آدم عليه السلام كانت أمنا حواء، حواء. ومن وراء إبراهيم كانت أمنا هاجر، هاجر. ومن وراء موسى ابن عمران كانت هنالك امرأة عظيمة وهي آسية بنت مزاحم، ووراء عيسى ابن مريم كانت العذراء البتول، مريم أمه مريم بنت عمران. ووراء النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خاتم المرسلين صلوات الله كانت أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. ووراء عبقري الإسلام بطل الإسلام الخالد علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كانت الصديقة الكبرى قطب الكائنات فاطمة الزهراء صلوات الله عليه. ووراء سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام كانت الصديقة زينب عليه السلام. الحديث عن السيدة أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية، فهي من بني حزام، من بني كلاب. أبوها اسمه حزام، وتسمية الحزام مأخوذة من الحزم. وهذا الرجل كان من الرجالات الذين عرفوا في شبه الجزيرة العربية، وكان يتصف بمواصفات حميدة طيبة، عرف بنسكه وخلقه وعبادته وطاعته لله الواحد القهار. وكان قد تشيع لعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله منذ الفجر الأول من تاريخ المسلمين. كان يترقب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحضر النبي في كل خطبة من خطبه. جل صلواته وخطبه كان حزام حاضرا شاهدا. وهنالك بعض الكتب التاريخية عندما تروي لنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله صلوات الله عليه تروي لنا عن حزام هذا الرجل على أنه كان صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، صلوات الله عليه، فتروي عنه أخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل كان عنده بنت اسمها فاطمة، وفاطمة كانت فتاة لبيبة وكانت وديعة وكانت في قمة الرشد والخلق
والإيمان وجل هذه الصفات الحميدة التي يتصف بها كل العظماء في التاريخ والهداة الذين يسيرون على صراط مستقيم. فكانت هذه الفتاة مهذبة عاقلة في قمة الرشد في قمة الخلق، كانت تجمع كل مكارم الأخلاق، عرف عنها شوهد لها أكثر من موقف من المواقف الأخلاقية في نسكها في تواضعها في عبادتها في طاعتها في محبتها، ذابت شغفا وحبا بالصديقة الكبرى قطب الكائنات فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهذا سيأتينا في مطاول البحث أنها كيف كانت محبة لفاطمة الزهراء وأبنائها الغر الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هي ذابت في حب أهل البيت وفي عشقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنها كانت تسمع الروايات التي يرويها أبوها حزام عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعن واقعة الغدير ورواية الثقلين، حديث الثقلين الذي رواه الرسول صلى الله عليه وآله حيث قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، ولقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وكانت تستمع من أبيها المزيد من الروايات التي وردت في الثناء على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكانت تعرف أهل هذا البيت، ذلك البيت الذي وصفه لنا القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كانت تعرف أهل هذا البيت حق المعرفة، لأن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل هذا البيت وزكاهم من الرجس وطهرهم تطهيرا، حيث قال في آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد سمعت الآيات المباركات التي تنزلت من علياء السماء في حق هؤلاء الخمسة من أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. ففي آية المباهلة كان حزام يأتي ويتحدث لها ما الذي حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الخروج للمباهلة ليتباهل مع نصارى نجران، مع من خرج الرسول صلى الله عليه وآله؟ وجاءت الكتب فيما بعد وأثبتت وأطبقت كتب الروايات والأحاديث والسيرة والروايات والتفاسير على أن النبي صلى الله عليه وآله يوم المباهلة ما خرج مع سوى مع علي وفاطمة والحسن والحسين. الأبناء كان الحسن والحسين، النساء كانت فاطمة، والأنفس كان علي أمير المؤمنين طبقا للآية المباركة، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فكان حزام عندما يستمع ويقرأ الآيات الشريفة المتنزلة على النبي الأكرم وعلى أبنائه الغر الميامين وعلى ابنته فاطمة الزهراء وعلى أخيه ووزيره وخليفته من بعده علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يأتي ويطرح الآيات ويشرحها ويطبقها تطبيقا حرفيا، فأخذت مع مرور الأيام تتشبع حبا وولاء وشغفا بأهل هذا البيت. طيب إذن هي ترعرعت على حب أهل البيت وتربت على هذا الحب. نعم. طيب كيف تم الارتباط المقدس بين سيدتنا أم البنين ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكم كان عمرها الشريف؟ الارتباط تم بالسيدة فاطمة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها صلوات الله عليها بعد وفاة الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
طالما كانت فاطمة الصديقة الكبرى في حياته لن يتزوج عليها قط. أحسن. كما أن النبي صلى الله عليه وآله طالما كانت السيدة خديجة أم المؤمنين في حياته لن يتزوج عليها قط. بعد شهادة الصديقة الزهراء روحي فداها، كانت هنالك وصية من فاطمة الزهراء لعلي أمير المؤمنين أن يتزوج ابنة أخت فاطمة الزهراء، أمامة بنت أخت الصديقة الزهراء صلوات الله عليه. ونزولا عند رغبة السيدة الزهراء روحي فداها تزوجها علي أمير المؤمنين، وبعد أمامة تزوج الإمام أمير المؤمنين بفاطمة بنت حزام الكلابية. طيب كيف تمت هذه العلاقة وهذا الارتباط الوثيق وهذا الرباط الوثيق بين علي أمير المؤمنين وبين أم البنين؟ كأنما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان قد التفت إلى أخيه عقيل ابن أبي طالب، قال: يا عقيل، اختر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي ولدا ينصر ولد الحسين بكربلة. والسؤال هنا: لماذا طلب علي أمير المؤمنين من عقيل تحديدا، عقيل ابن أبي طالب؟ الجواب على ذلك له أبعاد متعددة، يعني أكثر من إجابة. الجواب على هذا السؤال: لماذا اختار عقيلا ليطلب منه ليختار له زوجة صالحة بهذه الصفات؟ اختر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب لتنصر ولد الحسين بكربلة. أحسنت. أولا، عقيل ابن أبي طالب كان رجل الأحساب والأنساب، يعني مجتهد في الأحساب والأنساب، وعلي أمير المؤمنين أراد أن يعطي درسا لكل حاكم ولكل ملك ولكل أمير ولكل رئيس، أن يعطي فرصة لكل أبناء الأمة، خصوصا ذوي الكفاءات العالية وذوي التخصص والاختصاصات. يعني مثلا طبيب يريد أن يمارس دوره في الحياة، إذا كان هنالك حاكم ظالم يطوق عليه دائرة العمل فلا يقوى أن يبدع، فممكن إما أن يموت أو يهاجر أو يلقى في سجن مثلا دامس أظلم. فأراد أن يعطي درس أن أيها الحكام أيها الملوك اعطوا الحرية الكاملة لأبناء المجتمع ليمارسوا حقوقهم، وأبسط الحقوق الشرعية التي يمارسها ذوي الاختصاص كل من يمارس اختصاصه. عقيل تخصصه كان اجتهاده في الأنساب والأحساب. أمير المؤمنين لم يكن عاجز لاختيار المرأة، لأن طبعاً الزواج السعيد لا يتم إلا من خلال الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. الخال أحد الضجيعين، إياكم وخضراء الدبن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدبن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. مثلا: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير في الأرض. بعدين يأتي إلى الرجل ينصحه، يقدم له باقي من النصيحة، يقول: تزوج المرأة التي تريد أن تتزوجها الولود، تزوج المرأة الولود التي إذا غاب عنها زوجها حفظت، يعني تحفظ أسراره، وإذا حضر عندها أسرت. جميل. كما كانت تصنع فاطمة الزهراء لعلي عليه السلام، حيث قال أمير المؤمنين: والله ما دخلت على فاطمة، ما رأيت فاطمة إلا وقد انزاحت عني الأحزان والهموم، والله كلما نظرت إلى فاطمة انجلت عني الأحزان والهموم. هذه العبارة أدق. طيب فكان الزواج السعيد ينبغي أن يكون قائم على أساس من الاختيار: تزوج المرأة الولود التي إذا غاب عنها زوجها حفظته، تحفظ أسراره، وإذا حضر عندها أسرته، الذلول مع بعلها بعد،
والعزيزة في أهلها. هذه مواصفات يقدمها النبي صلى الله عليه وآله للشاب، للفتى وللشابة الفتاة التي تبحث عن فارس أحلامها. فعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اختار شخصية لائقة، وأن يكون هو بالمستوى المطلوب لاختيار الزوجة التي ستسعد عليا عليه السلام في هذه الحقبة الزمنية بعد رحيل الصديقة الزهراء روحي فداها. فقال له: يا عقيل، اختر لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. إذن أمير المؤمنين كان يخطط لكربلاء. أحسنتم. ذاك الوقت. أحسنتم. هذه واحدة من القضايا التي سبقتني بها، وهي قضية إن شاء الله. العنوان الكلي، وسيأتينا إن شاء الله في مطار البحث. نعم. فالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بعدما دعا عقيل في ذلك، عقيل رأسا شمر عن ساعده وجاء إلى بيت حزام، طرق الباب على حزام. حزام قال: من الطارق؟ قال: أنا عقيل بن أبي طالب. ما الذي أتى بعقيل في هذه الساعة؟ قال: جئتك بخير الدنيا والآخرة. فتح له الباب: أهلا وسهلا، تفضل يا عقيل. فأجلسه في مجلسه في ديوانه وقال له: ما وراءك يا عقيل؟ حدثنا. فقال: يا حزام، جئت لأطلب يد كريمتك لسيدي ومولاي أسد الله الغالب، غالب كل غالب، علي بن أبي طالب. فلمع السرور في عيني حزام، وبان عليه السرور، وبانت عليه البهجة، ورأسا قال: إذن أنا أذهب إلى ابنتي لأسألها عن ذلك. فخرج حزام إلى صحن الدار، رأى زوجته وجها إلى وجه، وابنته ظهرها عليه، يعني هي دائرة ظهرها على أبيها، فلا تدري أن أباها من ورائها. فهي كانت تتحدث مع أمها، تقول: أماه، البارحة في الليل رأيت في عالم الرؤيا رؤيا جميلة لكنني لا أعرف معناها. فقالت لها: تفضلي بنية، ما ورائك؟ فقالت: البارحة في الليل وكأني أرى قمرا تنزل من علياء السماء وتحوط معه، تحوط به أربعة من الأنوار. القمر وقع من علياء السماء في حجري، وأخذت هذه الأنوار تحوط حول هذا القمر. فحزام قطع عليها الكلام، قال: بنية، فاطمة إن صدقت رؤياك فإن القمر الذي رأيتيه في حجرك هو سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وأما هذه الأقمار الصغيرة، هذه الأنوار الصغيرة، فهم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. قالت: ماذا تعني يا أبه؟ قال: إنك ستكونين زوجة لسيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. صلوات الله. عفوا سماحة الشيخ، دعنا نقف عند هذه النقطة لنأخذ فاصلا ثم نرجع لنواصل الحديث عن هذا الموضوع. أحبتي المشاهدين، نذهب في فاصل ثم نرجع إليكم لنعاود أو لنكمل الحديث عن موضوع زواج سيدتنا أم البنين من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذن كونوا بالقرب. يا مقبر هنصيح، يا مقبر هنصيح ونبكيها، نقصد عباس نلقم عالصدر، يا حسين نصيح ونداوي الكسر، يا حسين نصيح ونداوي نبكي ونعاتب نظل راعي الأمر، نبكي ونعاتب نظل راعي الأمر، بلك يفزع بالعتب فهديها، بلك يفزع بالعتب فهديها. للبقيع نريد نقصد، للبقيع نريد نقصد ليها، صيح للبقيع.
نعود إليكم أحبتي المشاهدين في حلقتنا الخاصة عن وفاة سيدتنا فاطمة بنت حزام الملقبة بأم البنين. وفي جزئنا الثاني رحبوا معي من جديد بسماحة الشيخ الخطيب الحسيني فاضل الحيدري، حياكم الله من جديد سماحة الشيخ وأهلا وسهلا بكم. إن شاء الله يحييكم. توقفنا عند ارتباط أو زواج أمير المؤمنين من سيدتنا أم البنين صلوات الله عليه، وكيف تم هذا الزواج؟ تفضلوا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعث عقيل بن أبي طالب كما أسلفنا، وعقيل عرض المسألة على حزام، وحزام جاء ليعرض المسألة على ابنته فاطمة. وكانت فاطمة منشغلة بالحديث مع أمها، حيث أنها رأت رؤيا عظيمة، وأنها رأت قمرا نزل من علياء السماء وسقط ووقع في حجرها، وكانت مع ذلك القمر أنوار أربعة. فكانت تحدث أمها، فجاء أبوها من ورائها وقطع عليها الكلام الحديث وقال: بني، القمر هو علي أمير المؤمنين، والأنوار هم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. بعدئذ قالت: ماذا تعني من هذا الكلام أبا؟ قال: أنك ستكونين زوجة لسيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين. فغرورقت عيناها بالدموع وقالت: كيف يكون ذلك؟ وكيف أنا أحل محل سيدتي ومولاتي الصديقة الكبرى قطب الكائنات سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين أم زينب وأم كلثوم؟ وغرورقت عيناها بالدموع، ثم قالت لعلي عليه السلام: أنا أكون خادمة خير لي من أن أكون زوجة لسيدي ومولاي علي أمير المؤمنين. فقال لها: بني، هذا أمر مولانا. فقالت: إن كان هذا أمره أنا سأكون زوجة وخادمة. أخذها علي أمير المؤمنين وأراد أن يدخل بها إلى داره. ما إن وصلت على مقربة من أعتاب بيت فاطمة الزهراء التفتت إلى علي أمير المؤمنين. وينبغي أن نتأمل بهذا المشهد بشكل جيد ودقيق، ومن هنا يعرف الإنسان مدى أدبها الرفيع ومدى خلقها السامي الذي كان في مكنون ذاتها صلوات الله وسلامه صلوات عليها الله. حيث التفتت إلى علي أمير المؤمنين قالت: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك أن تأخذ لي الإذن من الحسن والحسين بالدخول إلى بيت أمهما فاطمة الزهراء، لأنها كانت تعرف جيدا مقام الحسن والحسين، أنهما إمامان قاما أو قعدا، وإنهما سيدا شباب أهل الجنة. الحسن يقول عنه الرسول: ريحانتي من الجنة. والحسين يقول عنه الرسول: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. فبادر علي أمير المؤمنين دون أن يتردد في ذلك، دخل الدار وجاء بالحسن عن يمينه والحسين عن شماله، وإذا بالحسن والحسين يقولان لفاطمة بنت حزام الكلابية: أهلا ومرحبا، تفضلي تفضلي على الرحب والسعة. فدخلت هذه العروس، وكانت طاووس في جمالها وفي خلقها وفي أدبها وفي عبادتها وفي جميع مناحي الدنيا، هي ملأت الدنيا سرورا بأخلاقها. بمجرد أن وطأت أقدامها بأقدامها على أعتاب بيت فاطمة الزهراء أجهشت بالبكاء. علي أمير المؤمنين يسألها: يا فاطمة، هذه الليلة ليلة فرح وسرور، تبكين، مما بكاؤك؟ فأشارت إلى تلك الدار، أشارت إلى تلك الباب. قال: سيدي يا أمير المؤمنين، أوليست هذه الباب التي عصروا بها سيدتي ومولاتي فاطمة؟ وراحت تبكي. فأبكت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبكى الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتجدد العزاء على الصديقة الكبرى الصديقة الزهراء صلوات الله عليه. ما إن دخلت دار فاطمة الزهراء إلا وأخذت تكنس الدار، جعلت من نفسها خادمة. وذلك الدار وذلك البيت المتواضع الذي يذكره
الأديب يقول: وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه الحصير، وإلى جنبه جرة توضع، وتلك الكؤوس وهي من الطين، وبيد مالكها تصنع أو تصنع، وتلك رحن مجلة راحة، وإلى طحن الشعير تسرع. فراحت تكنس الدار، وذات يوم تأتي إلى الرحى لتطحن الشعير، يأتي أمير المؤمنين بمقربة منها يسألها: ماذا تصنعين يا فاطمة؟ فتعرض السؤال التالي على علي أمير المؤمنين، تقول له: سيدي يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، أوليست هذه الرحى التي كانت تطحن بها سيدتي ومولاتي فاطمة؟ فيقول لها: بلى يا فاطمة، هي الرحى التي كانت تطحن بها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، أم الحسن والحسين. فهوت على تلك الرحى وأخذت تقبله وتجهش بالبكاء. ما هي إلا أيام معدودة إلا وفاطمة تأتي إلى علي أمير المؤمنين وتطلب منه، ولأول مرة تطلب من علي بن أبي طالب طلب ما عساها تطلب. امرأة في مقتبل العمر، في عنفوان الشباب، في سخونة الشباب، امرأة دخلت إلى البيت الزوجي، إلى العش الذهبي الذي كان يتلألأ نوراً ويشرق إيماناً مع خير الأوصياء، بيت علي بن أبي طالب سيد الأولين والآخرين. ما هو الطلب الذي تطلبه؟ قال: سيدي يا أمير المؤمنين، أرجو أن لا تصح لي فاطمة من هذه الساعة. لماذا؟ هذا اسم عظيم. قالت: بلى والله، تيمماً باسم هذا الاسم سميت أنا به. قال لها: إذن لما تريد أن أغير هذا الاسم؟ قالت: لأني أراك كلما تناديني فاطمة أرى الانكسار على وجنتي الحسن والحسين، وكأنما يتذكران أمهما فاطمة الزهراء. فضمها إلى نفسه أمير المؤمنين، وأخذ يثني عليها وبارك لها هذا الطلب. قال لها: بارك الله فيك يا فاطمة. فسميت بأم البنين. سبب تسميتها بأم البنين هنا، وسميت بأم البنين، والله تبارك وتعالى أعطاها أربعة بنين، وكان في مقدمة هؤلاء العباس. البنون هو قمر الله. بني هاشم أبي الفضل العباس، وسمي بقمر بني هاشم لشدة جماله. لما جاء إلى الدنيا جاء الحسن والحسين مسرعين إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما. قال له: يا أمير المؤمنين، يا أبتا، لقد رزقنا الله ولدا ما أجمله. فدخل علي أمير المؤمنين مسرعا بدافع السرور، تناول ذلك الغلام، أخذ يقبله من عينه اليسرى، قبله من هامته، ثم قبله من منحره، ثم استخرج يديه الصغيرتين وأخذ يقلبهما ويقبلهما، وراح يجهش بالبكاء. أم البنين فاطمة تسأل من علي أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، هل رأيت في يدي ولدي عيبا؟ قال: لا، إنها على خير، لكنها ستقطع يوم كربلاء. وهذا هو المخطط الذي كان يخططه علي أمير المؤمنين لثورة الإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، لأن ثورة الإمام الحسين أول من خطط لها هو رسول الله صلوات الله عليه. بكى على سيد الشهداء في ساعة ولادته. أم سلمة تقول له: يا رسول الله، الناس في مثل هذه الساعة يفرحون وأنت تبكي؟ فيقول لها رسول الله: يا أم سلمة، إن ولدي هذا، وأشار إلى الحسين، صريع العبرة، ستقتله فئة باغية بأرض يقال لها كرب وبلاء، ما ذكره مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد خنقته العبرة. الإمام أمير المؤمنين كذلك: يا عقيل، اختر لامرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي ولدا ينصر ولد الحسين في كربلاء. السيدة الزهراء كذلك: بني زينب، إذا نظرت إلى أخيك الحسين في أرض الطفوف وحيدا فريدا لا ناصر له، ما لا ناصر له ولا معين، قبليه من منحره وشميه
من صدره. قضية الطف كان يخطط لها من الرسول، من علي، من فاطمة الزهراء، من الإمام الحسن، والحسين هو الذي كان يخطط لمصرعه حينما جاء إلى كربلاء قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. إذن هذا أمر مفروغ، يعني هذا شيء منتهين منه. طيب، فبعدين الله تبارك وتعالى رزقها بولد آخر غير العباس اللي هو العون، وبعد إذن جاءه ولد رزقها الله تعالى ولد آخر من أمير المؤمنين وهو الولد الثالث وهو عبد الله، ومن ثم رزق علي عليه السلام منها الولد الرابع وهو عثمان تيمما باسم الصحابي الجليل عثمان بن مضعون. فهؤلاء أبناء أم البنين الذين انتجبتهم من علي صلوات الله وسلامه عليه. صلوات الله عليه. طيب، على ماذا ربت هؤلاء الأولاد؟ ربت السيدة فاطمة أم البنين ربت أبناءها على أساس من الخلق والنسك والعبادة والطاعة المطلقة لأبيهم أمير المؤمنين وللإمامين الحسن والحسين. كانت تجلس معهم وتقول لهم بني عباس، بني عبد الله، بني عثمان، بني عون، إذا رأيتم الحسن والحسين داخلين عليكم قوموا لهم إجلالا وتعظيما، وإذا أردتم أن تمشون معهم لا تتقدموا على الحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة، وإذا أردتم أن تجلسوا لا تجلسوا حيث يجلسان، بعد ما يجلسون أنتم تجلسون، ما يجلسون أنتم ما تجلسون، ليس لكم أن تقوموا إلا أن يقوم الحسن والحسين، ليس لكم أن تأكلوا الطعام تمدوا أيديكم إلى قصعة الطعام حتى يبدأ الحسن والحسين، لا تشربوا الماء حتى يشرب الحسن والحسين. كانت تؤدبهم على احترام الحسن والحسين وأمير المؤمنين والصديقة الكبرى قطب الكائنات فاطمة الزهراء صلوات الله، لأن عندنا إحنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يطلب من المسلمين أن يكون الولد بار بوالده، حتى جاء إليه أحدهم قال يا رسول الله وإن كانا ميتين، إذا كانوا ميتين شلون؟ قال بروا آباءكم وأمهاتكم حيين أو ميتين. فإذا قال علي عليه السلام الرسول قال لعلي يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، علي هو الأب، من يكون الأم؟ الصديقة الزهراء. فكانت هي ترسخ هذا المبدأ في قلوب أبنائها، يعني العباس وعون وعبد الله وعثمان وجعفر على رواية، هؤلاء الأربعة أيضا كانت تهيئهم لخدمة سيد الشهداء. أحسنت. والخدمة الجزيلة. أحسنت. نعم. طيب، حتى لا يدركنا الوقت وحتى نبحر في الحديث عن سيدتنا أم البنين، هناك أسئلة كثيرة تدور حول السيدة فاطمة بنت حزام، ولكن من أهم هذه الأسئلة هي عدم خروجها إلى كربلاء مع الركب الحسيني. نعم. يا حبذا لو بينتم هذا الموضوع. السيدة فاطمة أم البنين أولا لا تستنكر على الإمام سيد الشهداء حاشا لها من الخروج من المدينة إلى كربلاء، إنما كانت قد شدت على أزر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام بالخروج، لأنها تعرف بأن هذا هو تكليفه الشرعي، والإمام المفروض الطاعة، لا يمكن أن يأتي أحد ويقف عقب كأداء في طريقه كما وقف فلان وفلان وفلان. يعني مثلا عبد الله بن الزبير يقول للإمام سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام لا بد أن أحمل كعبة، أنا أكون حارسا لهذه الكعبة، وأنت إمام معصوم مفترض الطاعة، لك أن تذهب بالخروج على يزيد بن معاوية. بعد إذن يأتي عبد الله بن عمر يقول ما لك والخروج على يزيد بن معاوية، ما لنا والدخول بين السلاطين. يأتي عبيد الله بن عمر وهكذا محمد بن الحنفية، سيدي أبا عبد الله إن لأبينا أمير المؤمنين شيعة في اليمن، ممكن أنك تترك المدينة وتذهب
إلى اليمن حتى تتخلص من جور يزيد بن معاوية. وبعدئذ لما رأوا إصرار الإمام سيد الشهداء قالوا له: يا ابن رسول الله، إذا كنت أنت تريد الخروج وهذا تكليفك الشرعي، فما عساك أن ترى هؤلاء تخرج هؤلاء النسوة والصبية؟ الإمام سيد الشهداء يجيبهم: شاء الله، يعني هذه إشاءة الله، هذا أمر السماء، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. يتحدث عن الواقع الذي سيقع، عن تلك المعركة الدامية التي سطر أروع ملاحمها على أرض الطف سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين. فأبقى الحسين عليه السلام بالمدينة مجموعة من الناس، وليست هي فاطمة لوحدها بقيت. هنالك امرأة وهي زوجة للرسول صلى الله عليه وآله، وهي أم سلمة، سلم بيدها الإمام سيد الشهداء فاطمة العليلة كأمانة يعني. ومن جملة من بقي أيضا عبد الله بن جعفر، وسبب بقائه كان كفيف، يعني كان أعمى بصر، يعني معناته يسقط عنه الجهاد. ومن جملة الذين جلسوا في المدينة ولم يخرجوا محمد بن الحنفية، أيضا أصيب بمرض الغشوة وقد شلت يداه في قصة تاريخية معروفة. ومن جملة من بقي في المدينة فاطمة أم البنين. قيل أن فاطمة لكثرة بكائها على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها فقدت بصرها، وبقيت في المدينة كما بقي الذين هم من ذوي الأعذار. حتى أن بعض الروايات تشير إلى أن أم البنين رفضت الزواج عدة مرات بعد أمير المؤمنين. أحسنتم. طيب، حديثنا عن أم البنين مستمر، ولكن بعد واقعة كربلاء كيف استقبلت الركب الحسيني عند رجوعه إلى المدينة؟ استقبالها لهذا الركب حقيقة يذهل العقول، يدهش القلوب. لما عاد الإمام زين العابدين مع ركب السبايا يلتفت إلى شاعر كان إلى جانبه وهو بشر ابن حذلم، قال: يا بشر، رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، هل لك شيء من الشعر؟ قال: بلى، إني لشاعر يا ابن رسول الله. فدفع له راية سوداء، علم أسود، قال: أدخل بهذه الراية مدينة جدنا رسول الله وانعى أهلها بوالدي أبي عبد الله الحسين. فدخل بشر يترنم بأشعاره بأبياته وهو يهتف برفيع صوته: يا أهل يثرب، يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها. خرج أهل يثرب: ما وراءك يا بشر؟ قال: الخبر عند صاحب المصيبة. جمعهم أين؟ عند ضريح رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له: يا بشر، والله لقد قطعت نياط قلوبنا، ما وراءك؟ اخبرنا عن حبيبنا سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين. فاعتلى على أكمة، وقف على أكمة وقال لهم: يا أهل يثرب، لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه مضرج بكربلاء والرأس منه على القناة يدار. وهنالك صيحة من هاشمية وهي أم كلثوم أخت الإمام الحسين ابنة علي بن أبي طالب، أخذت تخاطب المدينة قائلة: مدينة جدنا لا تقبلينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. الآن أم البنين تستمع إلى هذا الناعي وتستمع إلى كلمات السيدة أم كلثوم، جاءت وهي تمشي الهوينا، يعني كأنما هذا الخبر كان صاعقة، بمثابة صاعقة، أصعقت بهذا الخبر، لكنها أخذت تجر أذيالها بكل عنفوان إلى أن جاءت ووصلت إلى شاعر أهل البيت وهو بشر بن حذلم. قالت له: أنت ناعية الحسين؟ يقول: أنا أقرأ العزاء على أبي عبد الله الحسين، لكن مع ذلك هي تسألني. يبين هذه مصدومة مذهولة وقد أصيبت بحالة من الدهشة والذهول، مصدومة: أنت ناعية الحسين؟ يقول: قلت: بلى، أنا ناعية الحسين. قالت: اخبرني عن حبيبي الحسين. شوف، عندها أربعة من الأبناء، هذه واحدة من الصفات ومن النعوت التي تنعت بها أم الوفاء. عندها أربعة من الأبناء ما سألت عنهم،
وما سألت عن أحدهم، إنما جل همها سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين. قالت: يا بشر اخبرني عن حبيبي الحسين. قال يقول: قلت أواسيها بأبنائها الأربعة. قلت لها: عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت: ما سألتك عن عبد الله، اخبرني عن حبيبي الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عثمان. قالت: هل سمعتني سألتك عن عثمان، اخبرني عن حبيبي الحسين. عظم الله لك الأجر بولدك عون. قالت: ما سألتك عن عون، اخبرني عن حبيبي الحسين. يقول: حينئذ قلت لها: إذن عظم الله لك الأجر بولدك قمر بني هاشم أبي الفضل العباس، صلوات الله. هي كانت تحمل الفضل ابن أبي الفضل العباس، غلام لم يبلغ الحول، يعني طفل مرضع تحمله على عاتقها على كتفها الأيمن. يقول: لما قلت لها: إذن عظم الله لك الأجر بولدك قمر بني هاشم أبي الفضل العباس، نظرت إلى كتفها انهدل، سقط الطفل من على كتفها إلى الأرض ولزمت خاصرتها وهي مولولة صارخة: يا بشير تولول بصوتك والقلب طار، دخبرني على حسين الصار ما صار. وأخذ بشر ابن حذلم يخبرها عن مصارع أهل البيت وفي مقدمتهم سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين، صلوات الله عليه. أحسنتم سماحة الشيخ، نشكر لكم حضوركم وطيب حديثكم، عسى أن يجمعنا اللقاء بكم مرة أخرى. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا أعزائي المشاهدين الكرام، فعظم الله لنا الأجر ولكم، ونسألكم الدعاء بتعجيل فرج إمام زماننا. اللهم عجل لوليك الفرج. إلى حلقات أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سماحة الشيخ.